بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، في مساق القانون الدولي الإنساني، في اللقاء السابق تناولنا المسؤولية القانونية الدولية في القانون الدولي الإنساني، وأكدنا أن مرتكب تلك الجرائم يكون ارتكب جرائم بشعة بحق المجتمع الدولي، وهذه الجرائم على درجة كبيرة من الخطورة، وبالتالي لابد من ارتكب تلك الجرائم والمتمثلة بالجرائم الدولية لابد ان هو ارتكب او انتهك حقوق الانسان ومس بالقيم العليا للمجتمع الدولي برمته. طبعا نحن لا نرغب في الخوض بدخول في المسائل الفقهية فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية للفرد وللدولة عن الجريمة الدولية، لأن هذه الموضوعات ستدخل إن شاء الله ضمن مساق متخصص، ألا وهو القضاء الجنائي الدولي. لكن عموما احنا هناخد بعض الأفكار المهمة واللازمة لهذا الموضوع، وهو من هو الذي يتحمل المسؤولية الجزائية؟ هل هو الفرد أم الدولة؟ طبعا هناك اختلاف في وجهات النظر الفقهية. بعض الآراء الفقهية ترى بأنه ليس بالضرورة أن يحاسب الفرد على الجرائم الدولية التي ارتكبها، وفقط من تحاسب على هذا الموضوع الدولة ومن جاء في حكم هذه الدولة. ورأي تاني بيقول لك لا، انه لابد ان نحاكم هذا الشخص على الجرائم اللي ارتكبها، وانه جزء هو من المجتمع، وطالما انه هو جزء من المجتمع فلابد ان يحاسب على هذا الجرائم اللي ارتكبها. باختصار شديد احنا بنلاحظ انه من الضروري أن يحاسب كل من ارتكب جريمة أو اقترب جريمة في حق المجتمع الدولي، وكان هذا الشخص تحت يعني بالغ وراشد ولم يعترض لم يعتري المسؤولية الجنائية أي اعتراض في هذا الموضوع. وأيضا تحاسب الدولة على الأفعال التي ارتكبتها بحق الدول الأخرى في هذا الموضوع. وطبعا الفقهاء قالوا أنه تختص المحكمة الجنائية الدولية اللي هي روما بكل ما يتعلق بالمسائل الجنائية المتعلقة بالأفراد، وأنه المحكمة الجنائية محكمة العدل الدولية تهتم بكل ما يتعلق بالمسؤولية الدولية الخاصة بالدول. وبالتالي كأنه احنا بدنا نعاقب الشخص اللي ارتكب الجريمة الدولية كجزاء جنائي أمام المحكمة الجنائية الدولية، ونحاسب الدولة أمام المجتمع الدولي لكي تتولى عملية التعويض عن الأضرار التي سببتها تلك الدولة للدول الأخرى أو للأطراف الآخرين في هذا الموضوع. طبعا هناك رأي من الآراء بقول لك لابد ان احنا عدم الاهتمام او الاعتداد بالصفة الرسمية للمتهم. طبعا احنا في عندنا اشكالية بالنسبة للقانون المحلي، وهو موضوع الحصانة. من يتمتع بالحصانة لا تستطيع ان احنا مقاضاته امام المحاكم، زي مثلا عندنا رؤساء الدول، زي أعضاء المجلس التشريعي، زي القضاء. وبالتالي أن هذه الحصانة دائما تعتبر عائق أمام تحريك الدعوى الجزائية ضدهم. لكن هذا الكلام أصبح ليس له قيمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي بنقول أنه إنشاء المحكمة الجنائية الدولية اعتبر نهاية المبدأ الحصانة، وبالتالي لابد من محاكمة هؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية أو الحصانة القضائية أو الرئاسية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وخصوصا إذا ارتكبوا جرائم دولية، ويجب أن يتم تقديمهم للمساءلة الجزائية سواء كانوا ارتكبوا بسبب مباشر أو غير مباشر تلك الجرائم
الدولية. وطبعا أكد على هذا الموضوع اللي هو المحكمة الجنايات الدولية التي أكد على أنه لا يعترف بالحسنات والامتيازات الدبلوماسية المقررة لبعض الأشخاص في القانون الدولي. وهناك كثير من المحاكم التي قامت بمحاكمة رؤساء الدول وأعضاء الحكومات إذا ارتكبوا جرائم دولية. طبعا أنا ما بدناش نخوض بتفاصيل هذه المحاكم، احنا بدنا نعرف أنه أصبحت الحصانة لا تحول دون ممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها بمحاكمة رؤساء الدول وأعضاء المجلس التشريعي والوزراء والشخصيات وكبار الشخصيات ووزراء الدفاع على الجرائم التي ارتكبوها بحق المجتمع الدولي والجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وطبعا جانب كبير من الفقه يرى بالحصانة الدولية أو الحصانة التي يرتكبها رؤساء الدول يجب أن تكون سببا لتجديد الجزاء وليس للتخفيف عنه، لأن هؤلاء هم من يتمتع عادة بسلطات تمكنه من التأثير على عدد كبير من الأشخاص، وهو ما يزيد من فداحة الأضرار والخصائص والخسائر الناجمة عن الجرائم الدولية في هذا الموضوع. طبعا البعض كان يعتقد أن هذه الحصانة سوف تشكل إشكالية للمحكمة الجنائية الدولية، لكن عموما أنه هذا هو المبدأ اللي بتأكد عليه المحكمة في هذا الموضوع. طبعا احنا بنأكد ان القضاة ورؤساء المحاكم ورؤساء الدول ورؤساء والوزراء وأعضاء المجلس التشريعي لابد أن يتم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية طبقا ل مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية التي أكدت عليه المحكمة ميثاق روما أو قانون المحكمة الجنائية الدولية في هذا الموضوع. وطبعا ليه؟ لأن رؤساء الدول يجب أن يكونوا مسؤولين عما يرتكبونه من جرائم في حق المجتمع الدولي. وهذا ما أكد عليه أيضا نظام نورنبورغ ومحكمة طوكيو. طبعا مش مطلوب منكم ان انتم تحفظوا هذه الاشياء، المطلوب انه احنا نيجي نأكد انه ما فيش اي حماية لاي رئيس او قائد عسكري لم يستخدم صلاحياته لمنع ارتكاب الجرائم الدولية، وبالتالي طالما انه هو لم يستخدم هذه الصلاحيات فلابد ان يحاسب عن الجرائم اللي ارتكبها في هذا الموضوع. طبعا احنا هناخد القضاء الجنائي الدولي، هناخد القضاء الجنائي الدولي في الفصل في سنة ثالثة بالتفصيل في هذا الموضوع، ولكن احنا بدنا ناخد بعض الاشياء البسيطة في القضاء الجنائي الدولي، وخصوصا انه هو بعد ما تم انه ما تم في انه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اعربت عن فتح تحقيق بشأن جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية. طبعا هذا الإعلان جاء نتيجة يعني جهد جبار من اللي هو القيادة الفلسطينية، وأنه أصبح من الضروري أن تأخذ المحكمة الجنائية الدولية الخطوات اللازمة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية أو الجيوش الإسرائيلية سواء في 2008 و2009 و2012 و2018، وكم هائل كان في تلك الحروب من الشهداء والجرحى وتدمير البيوت وكل هذه الأمور. طيب ما هي الجهة المختصة بالإحالة الدعوة إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ عشان أنا أحاكم الجانب الإسرائيلي أو حاكم أي الطرف المعتدي لابد من خطوات أنه يتم إحالة هذه الشكوى أو تقديم الشكوى إلى الجهة
المختصة وهي المحكمة الجنائية الدولية أو إلى المدعي العام لدى هذه المحكمة الجنائية الدولية. دائما طبعا عشان احنا بنتكلم في موضوع دولي بنقول إنه الحالة يجب أن تكون من قبل دولة طرف في ميثاق روما، وبالتالي إذا أنت لم تكن طرف في ميثاق روما وبالتالي لا يجوز لك أن تحيل إلى المدعي العام أي نوع من أنواع القضايا المتعلقة بالجرائم الدولية. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية مجلس الأمن. مجلس الأمن له سلطات واسعة في عملية الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وله أيضا صلاحيات واسعة في تأجيل النظر في القضايا المحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بحجة إعطاء فرصة لعملية المصالحة في هذا الموضوع. أيضا في عندنا إشكالية من المحكمة من مجلس الأمن إنه دائما بيحاول إن هو يعرقل القضاء الجنائي الدولي من خلال ممارسته للأمور السياسية في هذا الموضوع، وبالتالي العائق الوحيد أمام القضاء الجنائي الدولي في محاكمة السلطات الإسرائيلية والجيوش الإسرائيلية في الوقت الحالي هو مجلس الأمن، ليس لأنه في عندنا حق النقد الفيتو بتمارسه الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يمنع اللي هو المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة سلطاتها. كمان إنه هذا الموضوع، موضوع الإحالة من قبل مجلس الأمن يتعارض مع مبدأ الاختصاص التكميلي. ما هو مبدأ الاختصاص التكميلي؟ بس للتوضيح، اللي هو الأصل إنه كل القضايا يتم محاكمة الأفراد فيها من قبل القضاء الوطني الخاص بتلك الدولة. إذا كانت الدولة عاجزة أو الدولة لا تستطيع محاكمة هؤلاء الأشخاص، فبيتم اللجوء إلى المجتمع الدولي لكي يتدخل لممارسة الاختصاص التكميلي في هذا الموضوع. طبعا دائما إسرائيل تحتاج بأنها قامت بتحقيق مع الجنود في هذا الموضوع، وانه تم محاكمتهم، وبالتالي لا يجوز محاكمة الشخص عن ذات التهمة مرتين في هذا الموضوع، وبالتالي هذه من ضمن الإعاقات الموجودة للمحكمة الجنائية الدولية اللي هي الاختصاص التكميلي وأيضا سلطات مجلس الأمن في إرجاء التحقيق والمقاضاة. من حق مجلس الأمن طبقا لميثاق روما أن يقرر بتأجيل نظر الدعوة لمدة سنة على الأقل، وممكن تجديد هذه المدة إلى سنوات أخرى في هذا الموضوع. طبعا احنا تكلمنا عن الأثر السلبي لسلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة. طبعا مجلس الأمن بيعمل على عرقلة ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لسلطاتها في محاكمة الطرف المعتدي، وخصوصا إذا كان موجود في مجلس الأمن دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم حق النقد الفيتو ضد اللي هو الطرف الضعيف في هذا الموضوع. أيضا بتتم الإحالة من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اللي من صلاحياته أن يباشر التحقيق سواء من تلقاء نفسه بناء على المعلومات الموجودة عنده التي تدخل في ضمن اختصاص المحكمة الجنائية، أو من خلال الشكاوى التي تقدم له من قبل الدول المعنية في هذا الموضوع. طبعا لابد انه هو يقدم ويحيل هذه القضايا الى الدائرة التمهيدية، والدائرة التمهيدية دائما تعمل تحقيق تمهيدي في القضايا التي يتم الإحالة فيها لها من قبل اللي هو المدعي العام للمحكمة الجنائية. أخيرا حناخد الجرائم الدولية. طبعا احنا فقط حنكتفي بذكر هذه الجرائم دون الدخول في تفاصيلها. المحكمة الجنائية الدولية تهتم بأربعة أنواع من الجرائم، وهي جريمة الإبادة الجماعية، وجريمة الحرب،
وجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، وسوف نتناول هذه الجرائم بالتفصيل إن شاء الله في مساق القضاء الجنائي الدولي إن شاء الله في المستوى الثالث إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في السنوات القادمة وفي الامتحانات إن شاء الله.